هلا هو اقساطه غاليه والمبلغ كبير، يعني العالم يعني بدها تاكل وتشرب. هلا في اهم، يعني الاقساط كبيره للمواطن السوري. ليش عنده دخل المواطن السوري بالاول؟ دخله عدم. انا راتبي 150,000، باكل بشرب فيهم او بجيبوا لي الخبزات او دخانات، كيف بدي اركب طاقه شمسيه؟ موظف ضريبية أكيد ما رح يقدر يحصل على القرض إذا يدفع 100,000 بالشهر. طبعا لا، من أخبرك بأن القسط 100,000؟ طيب خليني أقول، 10 مليون تقريبا بيطلع قسطه حوالي 55,000 لمدة 15 سنة. تلت راتب الموظف يعني تقريبا. تلت راتب الموظف. بس أنت بدي أقول لك شغلي بس أستاذ حيدر، إحنا في نقطة كتير مهمة ما بدنا ننساها هون. هذا القرض هو قرض بدون تكلفة، وهو الأول في سوريا من نوعه لحتى لغاية تاريخه. لا يوجد مصرف ولا توجد جهة أعطت هكذا نوع قرض في سوريا لغاية تاريخه. صراحة ما تزعلوا مني. اليوم عم نشتغل شغل السورية للتجارة، نشتري من التاجر ونبيع للمواطن. اليوم لما أنا بروح بقدم لهذا القرض، أنت ما بتعطيني العشرة مليون بإيدي، انت بتعطيها للصندوق. صحيح. صح صحيح، انا بعطيها للجهه المستفيده. طيب. المركبه اللي نفذت المشروع. انتم عم تشتغلوا اليوم لصالح فئه محدده من التجار، وانكتبت اليوم على الفيسبوك. جميل. على صفحاتنا انه انتم اليوم عم تشتغلوا لصالح تاجر محدد بده يورد لكم هي الكميات، وبالتالي انتم عم تنفعوا شخص او مجموعه اشخاص. Ha 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 ha